انا عارف قوه فريق الترجي، فرقه قويه جدا، ويمكن كان هم اصحاب النسخه الموسم الماضي اللي كانت في القاهره، هم الابطال، وكنت بحلل لهم الماتشات فعارف قوتهم يعني. فكان همي ان احنا نقفل على مفاتيح اللعب كشكل اولي، ده اللي كان يهمني. تمام. ورجعت ماتشاتهم في الدوري وكده، فلقيت عندهم مشكله كبيره جدا لا زالت موجوده لحد وقتنا هذا. عشان كده باكد ان شاء الله ان النادي الاهلي باذن الله هيحسم الموقع يا رب. عنده مشكله كبيره جدا في وسط قلبين الدفاع، رغم الطول والقوه، لكن بيلعبوا على خط واحد، كرتهم قليله جدا، وقفتهم مش مظبوطه. عندهم ظهير ايمن كبير في السن، حوالي 33 سنه، هو في الجزء الهجومي بيأديه بشكل معقول، لكن ارتداده ضعيف جدا، وفي مشكله بينه وبين الاثنين مساكين. فالحته دي بدأنا نشتغل عليها من خلال هجمات مرتده، استغلال سرعات سيسي وكان جده خالد قمر، وقدرنا ان احنا نطلع واحد واحد، فالى حد ما نفسيا بقينا الامور اهدى شويه. لعبنا بعدها الاسماعيلي، كسبناه في اسكندريه، رحنا على مباراه ترجي هناك نفسيا معنويا اعلى من المباراه الاولى. انا عارف جماهير ترجي صعبه جدا، استاد رادس بتاعهم، انا شخصيا لعبت فيه مع المنتخب زمان وانا لاعب، فعارف قد ايه الموضوع صعب. وكنت مشفق على لعبتنا وقلت لهم كلمه واحده، هتعانوا وهتجروا اكتر مره في حياتكم في الماتش ده، وهيبقى في ضرب وهيبقى في عنف وهيبقى في جماهير، وقادرين تتحملوا ولا لا؟ فكان اللعيبه مهيئه قبل المباراه انها هتعاني كتير قوي، سواء الجزء الفني او البدني يعني. لكن دوافعهم كبير. دوافع كبيره، وكانوا رجاله، احنا الحقيقه ضغط علينا بشكل رهيب جدا يعني. لكن برضه استغلينا الجزء اللي ما زال موجود لحد وقتنا هذا، وجبنا من خلاله هدفين. ولو هنرجع لماتش النادي الاهلي اللي فات، كان في مداخله برضه مع قناه النادي الاهلي وقلت هذا الكلام، ولو هنرجع للثلاث اهداف هنلاقيهم من العمق. وبالتالي عندهم مشكله خطيره جدا. ده بالاضافه لان افضل لعيب من وجهه نظري رمانتي الميزان في نص الملعب وهو موقوف، بالزبط. اللي هو فرانكو. فرانكو بس كنت اتمنى اللاعب المساك اللي هو رقم 5 اعتقد يكون بيلعب. كنت اتمنى انه يلعب على فكره، لان هو ده نقطه الضعف اللي موجوده، ومن خلاله اعتقد يعني، او البديل اللي هيلعب، اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله هيقدر يحسم الموضوع باذن الله. شمس الدين تقصد؟ شمس الدين. ايوه بالظبط كده. فالموضوع كان صعب. الجماهير على فكره مش زي ما يعني الناس بتتصور. هم بيرموا ميه وازازه ميه وكلام من ده يعني. فما اعتقدش ان هيعملوا حاجه، خاصه احنا بنتكلم على نهائي وهم لسه واخدين عقوبه من المباراه اللي قبل مباراه النادي الاهلي يعني. ده بالاضافه ان النادي الاهلي اصلا مش طرف كان في الموضوع. يعني حتى لو حكم حسب ضربه جزاء مش ضربه جزاء على النادي الاهلي ماله؟ فالنادي الاهلي مش طرف في الموضوع خلاص. ومن هنا اعتقد حملات الناس العاقله اللي موجوده، بعض الصحفيين هناك، اعتقد ان شاء الله الامور هتبقى اهدى عكس ما احنا متوقعين.